بالرغم من إقرار نقابة التكتل بضعف نسبة الاستجابة للإضراب الأخير مقارنة بالنسب المحققة في الحركات الاحتجاجية السابقة، تتمسك هذه النقابات بالتصعيد وتتجه نحو إقرار إضراب يومين دوري أو ثلاثة أيام. وحتى وإن تناقصت نسبة إضراب يوم 21 جانفي مقارنة بإضراب شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب تعسفات وزارة التربية التي تلجأ في كل مرة إلى التهديد، فإن موظفي القطاع ما زالوا مصرين على استكاك حقوقهم المشروعة. بالنسبة لنسبة الاستجابة العمال لهذا الإضراب يشجعنا به نروحوا ونديروا أكثر من يوم واحد إذا اقتضى الأمر غدا بعد الاستشارة. وعلى ما يبدو فإن نقابة الكنابست الموسع اتعظت من إضراب ثلاثة أشهر بدليل عدم مشاركتها في إضراب اليوم التحذيري، وفي الوقت الذي يحملها البعض مسؤولية كسر العمل النقابي لا ينفي التكتل تأثره بغيابها. طبعا غياب نقابة ما تشاركش في حركة احتجاجية طبعا تنقص من ثقل، هذا شيء طبيعي وإحصائي. عندما تكون كل النقابات وفي يوم واحد في إضراب تكون نسبة أكبر، عندما يكون فقط عدد معين من النقابات اللي تكون في إضراب وعدد آخر ليس في إضراب بدون شك النسبة تنخفض. يأتي تمسك التكتل النقابي بالتصعيد بالرغم من ضعف نسبة الاستجابة تزامنا مع الفصل الثاني من السنة الدراسية، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة فتح باب الحوار.